السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل زمان في كل مكان، ومن روسيا الاتحادية إلى بنغلاديش. والقصة اليوم عن ركوب العربة. كثيرا أثناء سفراتي ما كان الزملاء يصرون على أن أجلس في المقعد الأمامي من العربة، سواء كانت العربة رباعية الدفع أو من العربات العادية التي نستعملها. ولم يكن هذا فحسب، بل كثيرا ما كان الزملاء يتسابقون في الجلوس في وسط المقعد الخلفي، ومكان متعب جدا للركب، وأنا أجلس بجوار إحدى الأبواب، إما الباب على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى أو في الأمام. هناك درس لابد أن نستفيد منه، وهو لماذا يعاني الموظفين المحليين من أبناء الوطن من الجلوس في الخلف أو الوسط، ومن هم على شاكلتي يفوزون بالمقاعد الوسيرة في الأمام وعلى الجانبين وفي إحدى الرحلات كنت في بنغلاديش في هذا الوقت في مدينة دكا عاصمة بنغلاديش، أردنا أن نأخذ عربة ونذهب بها لمنطقة اسمها كوكس بازار لزيارة مخيمات لاجئ الروهينجا، وكان ذلك في آخر التسعينيات. فركبنا العربة وأنا طبعا جالس في الكرسي الأمامي، وهي عربة صغيرة عربة صغيرة عربة صغيرة، وفي الكرسي الخلفي كان يجلس 4 أو 5 من الإخوة البنغلاديشيين، يعني في رحلة صعبة لمدة ما لا يقل عن 10 ساعات. وكان الطريق طبعا ما بين دكة وكوكس بازار يعني طريق تمشي فيه الأبقار والحمير والعربات والناس، ما هوش طريق يعني موتروي زي احنا متخيلين. فجلست في هذه الفترة وهم جلسوا في الخلف. لماذا لا يتنازل الرئيس أو المسؤول عن أخذ المقاعد الوسيرة ويجلس فيها؟ أهو كرما أم استغلال للسلطة؟ أفيدوا علي، عينوني، أشيروا علي، انصحوني أيها الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.